لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 18 يونيو، والنهاردة اليوم بيبدأ والقمر موجود في برج الأسد، لكن بيتنقل القمر للعذراء الساعة 11 إلا تلت صباحا. وجود القمر في برج العذراء النهاردة بيدي حظ رائع على كل الأصعدة لمواليد الثور والعذراء والجدي والسرطان والعقرب. عندنا كمان أورانوس موجود في الثور، وده بيدي المواليد برج الثور والعذراء والجدي والحوت والسرطان قدرة على الابتكار والتجديد. أما وجود الشمس في الجوزاء فده بيدي المواليد الجوزاء والميزان والدلو كل الطاقة والنشاط. كمان عطارد اللي موجود في برج السرطان بيدي المواليد السرطان والعقرب والحوت والثور والعذراء يقظة ذهنية وحسن تصرف وقدرة على الإقناع والتفاوض واكتساب المال. وبالنسبة لوجود فينوس كوكب الجمال والحب اللي في برج الأسد، فده بيدي مواليد الأسد والحمل والقوس والجوزاء والميزان أحلى حظ في الحب. نيجي للمريخ كوكب الطاقة والحماس والإصرار اللي مازال موجود في الدلو، وبيدي المواليد الدلو والميزان والجوزاء كل الطاقة والحماس والإصرار، وكمان بيديهم اشتعال في المشاعر والرغبات. باختصار النهاردة حلو على كل الأصعدة لمواليد الثور والعذراء والجدي والسرطان والعقرب، وعلى الصعيد المالي مواليد الأسد والدلو بيحسنوا التصرف في الفلوس وفي القرارات الشرائية. وصحيا مواليد الحمل عندهم نشاط وطاقة، لكن الميزان والحوت لازم ياخدوا بالهم من شغلهم ومن صحتهم ومن سلامتهم. أما على الصعيد المهني فأشوف أنه مواليد الحمل هيكونوا موفقين، لكن القوس لازم يصحوا في شغلهم ويحموا نفسهم. والنهاردة بنصح مواليد الجوزاء يبطلوا عناد مع الأهل ومع القرايب، ويتجنبوا الحوارات الشائكة، وياخدوا بالهم كمان في العلاقات الاجتماعية ما يعندوش، ويكونوا أكثر مرونة. وكده نبقى خلصنا النهاردة، واشوفكم بكرة إن شاء الله.